عزاز الله يرحم والدينا، راه كنشوف دابا الشارع داير الشانطي باقيين الناس غادي بالمواد الغذائيه، باقي كاميونات باقي طوموبيلات عامرين مواد غذائيه. والله الا كتضيعوا فلوسكم هذاك الشيء غادي غير يضيع، راه كيضيع. مازال خليتي معنا واحد 15 يوم ومشيتي ما كاينش المشكل، اما حاليا راه شفت داك الشيء بعينيه، راه غير مليوح في الارض مواد غذائيه، اقسم بالله مليوحه في الارض. انا نعطيكم فيديوهات كاملين غير ما بان لي ثاني الشانطي هنا عامر بمواد غذائيه، ما مخدمش اخوتي داك الشيء. والله الا ضيع غاسبياج، راه ما بقاش حسنات، راه ملي حاجه كتولي فيها التبذير او لا سيئات مابقاش حسنات. الله يرحم الوالدين. بغيتي دير الخير وكنتي غادي مابقيتي كدير، دي معاك الخيم القياطن، ولا دي معاك رولو ديال الميكا، ولا دي معاك البيشان، راه هادشي اللي خاصينو من الناس. ودي معاك الكيسان مثلا، ولا المعن، المعن معروفه حتى المعن مابقاش عندهم فاش يطيبوا، مثلا قميله مثلا، كيسان مثلا، مقراش مبرد، بحال هادشي راه شي محتاجينو. هذاك الشيء ديال التقاشر تا هما كيبغيوهم على حسب السمر. اما الماكله اخوتي الماكله الله يرحم، السكر والدقيق وداك الشيء والله العظيم كيتلاح وكيتلاح، كنقول لكم الحق شفتو بعينيا. المهم انا قلت لكم اللي كاين وصافي، حطيت لكم فيديو غير الناس بزاف غاديين في الطريق، ها كتضيعوا فلوسكم. والله الله يجزيك بخير الناس، راه الله يجزيك بخير. المجتمع المدني راه خدام الى اقصى الحدود، والحمد لله راه ما خصنا حتى شي حاجه من ناحيه المواد الغذائيه. الاساسي اللي خصنا دابا هو الميكا والخيام، حيت دابا المواد كيجيو ولكن الديور مهرسين، وحنا دابا حاليا والله الا مقابلين الصفحات ديال الطقس، خايفين لا تكون الشتاء ولا هذه، هادشي كله غيفسد كل البرد، لان الاساسي فيه هو الغطاء. حنا ما عندناش الديور اللي فاش نحطوا شي حاجه، راه ما كاينش. دابا محتاجين الميكا، مازال الميكا خاصنا ميكا، كاينين النمانت وكاينين سميتو كاينين البونجات، ولكن الا جات الشتاء راه كلشي غادي يفسد. الاساسي خصنا نغطيو من الفوق، اشنو نغطيو؟ خصنا الخيام ولا ميكا ديال الصير. الناس دابا فاهمين ان خاصي الخيام، ماشي مشكل صغار شي لي طونت، تين جوج الناس ديال اربعه واحد، كاين عائله اللي فيها ثلاثه، كاين الخيمات اللي كيكونوا هو جايبهم الدوله، الخيمات ديال بحال هذوك اللي في المارشي. دابا هادشي راه صوني الناس من الدوله، جايبهم القوات المسلحه الملكيه اللي جايبها، ولكن داكشي قليل ولا خاصص كثير. حنا غير دابا المشكل اللي كنهضروا عليه، المجتمع المدني كيضحي والحمد لله، الله يجزيكم بخير. وحنا شفنا الفيديوهات وهذا، ولكن التركيز ديالهم كاين على حاجه واحده، الاكل. ولكن حنا الحمد لله دابا ما مخصوصينش من الاكل، وباش وحنا نسرعوا الزمن باش اننا ما يجيش فاشل الشتاء، خاصنا ندرقوا داك الشيء. حنا دابا انتم الخير اللي جبتوا لنا راه حطيناها في الجامع، والجامع تا هو مهدد باش يتسقط، راه غير غامرنا وحطينا فيه. علاش؟ باش ما تجيش شي حاله ديال الشتاء وتفسد لينا كل شيء. راه اي حاجه قاستها الماء كتفسد، وباش حنا نحاولوا ما امكن نتجنبوا هاد دابا الخيام. هما خيام ضروري، والميكا ماشي مشكل. الميكا راه قلت لك الميكا نحطوا الميكا نغطيو، حنا ما عندناش باش نغطيو. ودابا بغينا غنشريو، راه هادشي اللي كنسولك انا، فحال الا الناس غادي من طبيعه الحال غيحاولوا في خيام، فحال تعطلوا خيام بلا ما يتخيطوا بلا ما يتصوبوا. الميكا بعدا الميكا الرولوات ديال الميكا، الرولوات ديال الميكا ديال الصير، باش يخدموا الصير صحيحه. ايوا مزيانه هذه الفكره، مزيان موجود هذاك الشيء. المهم حنا قلنا لك باش هادشي يتبارطاجا باش الناس يعرفوا الاتجاه، حيت دابا هما ما عارفينش مساكن. الاساسي كيقول لهم في الاول حنا كان عندنا الخصص في المواد الغذائيه، ولكن حاليا الحمد لله راه تبارك الله جاي كل شيء، اللي جاي كيجي. دابا الناس اغلبيه في المنطقه كاملين محتاجين الخيام والميكات وليزاسير والفريش والبونج وداك الشيء، حتى هو حاليا كاين. كاين دابا باغي الخيام والميكات باش نغطيو باش ما يفسدش. صباح الشارع البونج راه مشى، صافي كون انا كون انا ان شاء الله. ان شاء الله الله يجزيكم بخير، الله يخلف عليكم. مرحبا مرحبا، الله يخلف عليكم. والتضامن في المغاربه الله يجزيهم بخير، ما كاينش في العالم كامل، راه اول مره. الحمد لله حنا المغاربه هما هادو، حنا اللي حاسين اللي مضرورين. اه والله الا حنا اللي حاسين بكم، لان هذا الشيء ملي كيوصلنا حنا كنفتخروا، حنا فرحانين، جايين فرحانين والله. الله يلا فرحانين بالله، نتمنى نستقبلكم في شي حاله اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فرحانين والله، يلا فرحانين بالله من القلب. شكرا بزاف اخويا. الناس باغي الخيام اصاحبي، الخيام والميكات.